بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بنعمة ربنا نكمل تأملاتنا في إنجيل متى إصحاح 15. في عدد 5 بيقول: أما أنتم فتقولون من قال لأبيه أو أمه قربان هو الذي تنتفع به مني فلا يكرم أباه أو أمه، فقد أبطلتم وصية الله بسبب تقليدكم. احنا كنا بنحكي انه ربنا يسوع له المجد اصطدموا بيه اليهود بسبب انه دايما بيتكلم عن روح الوصية مش حرف الوصية، وجم ينقضوا تصرفات التلاميذ ويقولوا له: لماذا يتعدى تلاميذك تقليد الشيوخ فإنهم لا يغسلون أيديهم حينما يأكلون؟ وده اللي فتح الموضوع، الفرق بين وصية ربنا ووصايا الناس أو تقليد الشيوخ. وقلنا إن الشيوخ اليهود ليهم بعض التقاليد أو الوصايا الدخيلة على الشريعة اللي بقوا يتمسكوا بيها أكتر من نص الوصية، والظاهرة دي أحيانا تدخل حياتنا، إن الواحد يمشي على أفكار سائدة في المجتمع أو حتى بعض الالتزامات اللي يتعلمها من ناس قريبين لي أكتر من كلمة ربنا ووصية ربنا. يعني ده مش ضد طقس الكنيسة، طقس الكنيسة كله من روح الكتاب المقدس، إنما لما الواحد يميل إلى الحرف ويهمل الروح أو ينسى الجوهر ويتمسك بالشكل يمشي في اتجاه فريسي واتجاه يهودي، وعادة تصاحبها شوية رياء ونفاق وإدانة ومظهرية ولخبطة كتير. فهنا ربنا يسوع اداهم مثل من وصية اكرم اباك وامك، وقال لهم انتم بدل ما تشجعوا الناس على اكرام الوالدين وخدمتهم واحترامهم بقيتوا تقولوا قربان هو الذي تنتفع به مني. يعني توصوا الناس انت بس قدم قربان على اسم والديك ومش مهم تعمل حاجة تاني. فقال لهم ابطلتم وصية الله بسبب تقليدكم. برضو الشيطان أصله خبيث، عشان ما يقدرش يقول ما تعملوش الوصية بشكل صريح يقوم يشغلنا بحاجة تانية شكلية ويعطل كلمة ربنا. عارفين زي إيه؟ زي وصية محبتنا للناس. ربنا موصينا نحب الناس، والمحبة يعني تعب، يعني تضحية، يعني سؤال، يعني اهتمام، يعني عطاء، يعني حاجات كتير قوي. يقوم الواحد ياخد بس حتة واحدة ويقول المحبة يعني بس هصلي. كويس انك تصلي من اجل الناس، لكن المحبة كلمة اكبر كمان من الصلاة. قدمت ايه للناس؟ الصلاة خطوة، طب في خطوات تانية. سامحت الناس ولا ما سامحتهمش؟ وقفت معاهم ولا ما وقفتش؟ تعبت معاهم ولا ما تعبتش؟ انما ممكن واحد يخدر ضميره ويقول فلان ده بس انا منين ما اصلي هفتكره. كويس، لكن انت بقالك سنين على كده وهو محتاجك ومحتاج اللي يقف معاه، محتاج اللي يسأل عليه، هتفضل زعلان وشاير وتقول ما أنا بحبه عشان بصلي له؟ طب أنت كده أبطلت وصية الله، حطيت الوصية في حدود ضيقة قوي ورضيت ضميرك واكتفيت بحاجة وربنا طالب أكتر من كده. لأن ربنا قال تحب قريبك كنفسك. أنت لو حطيت نفسك مطرحه كنت هتفرح باللي يسأل عليك واللي يسامحك واللي يخدمك واللي يتعب معاك، مش مجرد بس يصلي لك. أبطلتم وصية الله بسبب تقليدكم. يا مراؤون حسنا تنبأ عنكم أشعياء قائلا: يقترب إلي هذا الشعب بفمه ويكرمني بشفتيه، وأما قلبه فمبتعد عني بعيدا. كلمة خوف. ربنا يسوع له المجد وبخهم بكلمة جديدة قوي و حازمة، وقال لهم يا مراؤون. ده بيكلم الفريسيين وبيكلم الكتبة وبيكلم ناس متدينة جدا وناس حافظة الشريعة وناس بتعلم، وقال لهم انتوا اصلكم مرائين. والرياء معناه ان الانسان يري نفسه بشكل غير حقيقي، يعني يبقى اللي يشوفه من بره غير حقيقته من جوه، جواه مليان لخبطة إنما من بره شكل التدين والتقوى.
ودي أكتر وأشهر حيلة تحارب المتدينين. يعني الشيطان لما يلاقي الواحد قرب من ربنا ودخل الكنيسة زيادة ومش عارف يبعده عن ربنا ويبعده عن الكنيسة، يقوم يدخله في سكة الرياء، يخليه يركز على شكله من بره ومظهره ويسيب جوه ملخبط زي ما هو، ويفضل الواحد يخدع نفسه طول عمره ويفاجأ في اليوم الأخير أنه قدام ربنا مش مظبوط. يا مراؤون حسنا تنبأ عنكم أشعياء قائلا: يقترب إلي هذا الشعب بفمه ويكرمني بشفتيه، وأما قلبه فمبتعد عني بعيدا. أشعياء النبي تنبأ من زمان ووصف اليهود بالوصف ده، قال إن الشعب اليهودي يكرم ربنا بشفايفه، يعني ممكن يسبح وممكن يهلل وممكن يقول مزامير وممكن ينادي باسم ربنا، إنما القلب من جوه بعيد تماما عن ربنا. أما قلبه فمبتعد عني بعيدا وباطلا يعبدونني وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس. باطلا يعبدونني يعني إيه؟ يعني العبادة باطلة. ربنا يحمينا، يعني يبقى الواحد ممكن يصلي وممكن يصوم وممكن يجي الكنيسة وفي الآخر تبقى عبادة باطلة. ممكن، ممكن في حالتين: لو كان القلب بعيد خالص عن ربنا، ولو كان الواحد ماشي ورا كلام الناس مش كلام ربنا. يقول باطلا يعبدونني وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس. طب ازاي الواحد يطمن على قلبه ان هو مش بعيد؟ مش الحل ان الواحد يبطل يكرم ربنا بشفتيه، لا، الحل ان القلب يقترب من الله، عشان ما ينطبقش علينا الكلام ده: هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني بعيدا. أول حاجة تحمينا من الرياء الخفاء. الرياء يعالجه الخفاء. ليه؟ لأن الخفاء معناه حاجة بينك وبين ربنا محدش دريان بيها غيره، دي مفيهاش رياء. بلاش كل الصلاة اللي تصليه الناس تدرى بيه. الكلمة اللي بتقولها بينك وبين ربنا أغلى عند ربنا من صلاتك قدام الناس. كلامك في قلبك، صراخك الدائم، دعواتك الحلوة، اسم ربنا على لسانك طول الوقت والناس مش دريانة، ده أغلى كتير من مجرد أنك تقف تشارك الناس الصلاة ويبقى في قلبك أن يمكن الناس تمدحك ومشغول بمنظرك قصادهم وكده. الخفاء في الصوم، الخفاء في الصدقة، لما تعمل خير بقدر الإمكان بلاش الناس تعرف. صحيح ما تبطلش الخير لو الناس عرفت، لكن خليك حريص أنه ما فيش داعي الناس تعرف، ما تتكلمش عن الخير اللي بتعمله، عشان الخفاء يحميك من الرياء، عشان تبقى الحاجة بينك وبين ربنا. وده اللي قاله في الموعظة على الجبل: أبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. هنا يبقى القلب مش بعيد عن ربنا، يبقى القلب بتاع ربنا. وفي العهد القديم يقول: يا ابني اديني قلبك. اديني قلبك يعني ايه؟ يعني تبقى الحكاية من جوه الواحد، من جواه، مش بيعملها بس تمثيلية. لأن اللي بيمثل أول ما يلاقيش الناس حواليه ما يهتمش خلاص. هيصلي ليه بدل ما حدش شايف؟ هيقرأ ليه وهيصوم ليه وهياخد باله من شكله ليه طالما ما فيش ناس؟ إنما إحنا عاوزين في غياب الناس الواحد يسهر، الواحد يقعد يقرأ الإنجيل، الواحد يسمع كلمة ربنا، الواحد يحاسب نفسه، الواحد ينزل دمع التوبة، الواحد يعمل عمل رحمة مع حد. أهو ده بقى اللي يخلي القلب قريب من ربنا، فما يتقالش عليه قلبه مبتعد عني بعيدا. عشان كده في الموعظة على الجبل ربنا قال: طوبى لأنقياء القلب. أنقياء القلب ما يعرفوش يمثلوا، ما يعرفوش التمثيلية، اللي جوه زي اللي بره، جوه القلب زي براه، بيحب ربنا من جواه وباين عليه من براه، من جواه نضيف بيحب الناس ومن براه باين عليه بيحب الناس، مفيش فكرة وحشة، مفيش كلمة وحشة بتعدي على باله. أغلب الناس بتهتم بالمظهر الخارجي، قليلين اللي بيركزوا في نقاوة الداخل. إنما ربنا يسوع مرة يقول: يا أغبياء، أليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضا؟ مش اللي عمل بره عمل جوه كمان. ويقول للفريسيين: أيها الفريسي الأعمى، نقي أولا
داخل الكاس والصحفة، حينئذ يظهر خارجهما أيضا نقيا. كانوا ساعات لما يغسلوا الكاسات يغسلوها من بره يبقى شكلها من بره حلو، إنما تبص فيها من جوه تلاقي نفسك ما تقدرش تشرب، الكاس مش نظيف من جوه. ففي واحد كده ينظف من بره بس، هو ده الرياء، أما القلب فمبتعد عني بعيدا. كمان الحاجات اللي تخلي القلب يقرب من ربنا هي الصلاة الدائمة، أو إنك تدرب قلبك يكلم ربنا. دي مش محتاجة تقف وترفع إيدك وتمسك حتى الإجبية، دي عاوزة اليوم كله، كل لحظة ما تتكلمش فيها مع الناس اتكلم فيها مع ربنا. كل دقيقة داخل فيها في سريرك ولا بتعمل حاجة وما حوالكش حد، ربنا جنبك. خلي قلبك مربوط بيه طول اليوم، فما يتقالش عليك أبدا هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني بعيدا. ثالث حاجة تحمينا من الحتة دي فحص النفس، إن الواحد يراجع على نفسه كل شوي. هو أنت لسه بتنبسط إن الناس تمدحك على تقواك؟ أنت لسه بتعمل الحاجات دي عشان يقولوا عليك راجل كويس وراجل بار؟ هل رأي الناس لسه شغلك قوي؟ ما كفاية الحتة دي، وهما الناس هيفرقوا في إيه في الآخر؟ الناس دول هيمشوا ورأيهم ملوش قيمة، رأي ربنا هو اللي ليه قيمة. الرياء مرتبط دايما ان واحد مشغول برأي الناس فيه، انما الخفاء او الصدق او القلب القريب او القلب النقي ده مشغول برأي ربنا فيه. شبهها واحد من القديسين قال زي زوجة صالحة كل رغباتها واهدافها ترضي جوزها، انما هذه الزوجة لو اهتمت انها تلبس كويس عشان الناس تقول عليها وتعيد فيها ما بقتش زوجة صادقة. فالنفس كده، النفس زي العروسة المرتبطة بعرسها، لو مشغولة برأي ربنا فيها طول الوقت تبقى نفس صادقة، ما تقالش عليها القلب مبتعد عني بعيدا، يتقال القلب قريب والقلب نقي. وباطلا يعبدونني وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس. اوعى تمشي ورا كلام الناس من غير ما تراجعوا على كلام ربنا. الأنبا أنطونيوس كان يعلم تلاميذه يقول لهم اجعلوا لكم شاهد من الكتاب في كل عمل تعملونه، يعني كل حاجة تعملها خليها في بالك مرتبطة بآية. كل حاجة تعملها خلي لها مرجع من الكتاب المقدس، عشان يبقى وصية ربنا هي اللي بتحركك مش كلام الناس. ساعات الناس تقول مبادئ ما تكونش ماشية متوازية مع كلام ربنا، تكون أحيانا ضد كلام ربنا ونمشي مع كلام الناس. باطلا يعبدونني وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس. يعني المحبة الصادقة ولا غسيل الإيد قبل الأكل؟ هم الفريسيين مسكوا في الغسيل الإيدين وطلعوا المسيح له المجد غلطان، وطلعوا تلاميذه غلطانين، وداسوا على المحبة ووقعوا في الإدانة، وهم كلهم تزمت وكلهم حرفية وكلهم رياء وشايفين نفسهم صح، وربنا له كل المجد كأنه هو اللي غلطان، لأنها كلام ناس ما هوش كلام ربنا. يبقى راجع كويس وصية ربنا واسأل نفسك على كلام ربنا مش كلام الناس. يعني مثلا تلاحظوا أن الناس تستخدم كلمة النقد بدل كلمة الإدانة عشان يتجملوا، فيقول لك ده نقد بناء، احنا بننقد عشان الفايدة، وتلاقي النقد ده فيه السخرية وفي التهكم وفي كلام مؤذي وفي وجع قلب للناس وفي كلام جارح، يقول لك ده أصله مجرد نقد بناء. لا، في فرق كبير قوي بين العتاب أو النقد البناء لما يكون عن حب ومن روح أب أو أم أو صديق، وبين واحد عمال يشوف الغلط في الناس وعمال يقول ده غلط وده غلط وده غلط، وهي كلها إدانة، دي روح إدانة. حاسب يكون ماشي ورا كلام الناس مش كلام ربنا. ثم دعا الجمع وقال لهم اسمعوا وافهموا. بعد ما قال الكلام الشديد ده للفريسيين، يا مراؤون حسنا تنبأ عنكم أشعياء قائلا هذا الشعب يكرمني بشفتيه أم قلبه فمبتعد عني بعيدا، جاب الناس بقى كلها وقال لهم اسمعوا وافهموا. تلاحظوا هنا النغمة اتغيرت شوي،
ربنا يسوع كان شديد مع الفريسيين والكتبة، لأن في ناس لازم يتشد عليه عشان تفوق. كفاية رياء، كفاية كبرياء، كفاية تخدعوا نفسكم. أما الشعب البسيط مش فاهم، مش فاهم مين صح، هل الفريسيين اللي بيقولوا لازم نغسل إيدينا قبل الأكل، ولا ربنا يسوع اللي بيقول مش هي دي المهمة. فربنا يسوع جمع الناس بقى وقال لهم اسمعوا وافهموا، ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان، بل ما يخرج من الفم هذا ينجس الإنسان. يعني مش اللي هيدخل البق هو اللي هيبوظ الإنسان، اللي هيطلع من القلب هو ده اللي ينجس الإنسان. دي قاعدة بسيطة لكن تحتاج الواحد يتذكرها طول الوقت. كلت إيه، شربت إيه، مش هو ده اللي هينجس الإنسان، إنما طلع من لسانك إيه هو ده بقى اللي هيكشف اللي في قلبك إيه، لأن قلبك بيبان في كلامك. من فضلة القلب يتكلم اللسان. جواك كراهية هتطلع في لسانك، جواك كبرياء هيطلع في لسانك، جواك حقد على الناس، جواك غش، جواك شهوات، جواك حب للفلوس، كل ده بيبان، كل ده بيطلع. هو ده اللي بينجس الإنسان لأنه بيطلع من جوه. إنما كلت إيه، مش هو ده اللي ينجس الإنسان. وطبعا ربنا يسوع له المجد كأنه بيعمل ثورة في عالم اليهود، لأنه اليهود يدقق جدا في الأكل والشرب. وفاكرين بعدها بكم سنة لما معلمنا بطرس في سفر الأعمال إصحاح 10 شاف رؤية ملاية نازلة عليه من السماء، عليها كل الدبابات والحيوانات بتاعت الدنيا، وصوت بيقول له قوم يا بطرس اذبح وكل. فبطرس رد على الصوت وقال له أنا لم يدخل فمي شيء نجس أو دنس قبل كده. فالصوت رد عليه وقال له ما قدسه الله لا تنجسه أنت. وتكررت الرؤية دي 3 مرات، هو مبقاش فاهم يعني ايه، هبتدي اكل اي حاجة زي الوثني دلوقتي؟ فربنا قال له انزل يا بطرس، في ناس امميين ما هماش يهود مستنينك، عاوزين ياخدوك بيت راجل اممي، روح معاهم وكلمهم كلمة الحياة. وكانت اول مرة في حياة بطرس الرسول يدخل بيت راجل اممي، واول ما دخل قال لهم يا جماعة لازم اقول لكم حاجة، كانت دي اول مرة ادخل بيت حد زي كده، لكن ربنا علمني أنه لا ينظر إلى الوجوه، مش بيبص على الوش. كل من يفعل البر مقبول عنده، وابتدى يوعظه. وكانت دي بداية دخول الأمم في المسيحية، فكانت نقلة كبيرة قوي، لأن الأمم زي الأكل الممنوع عند اليهود، الأكل الممنوع فيه محرمات عند اليهود، في المسيحية ما فيش أكل ممنوع، أي حاجة تأكلها، بس المهم ما تأذيش صحتك وما تأذيش نفسك وما تأذيش أخوك، لكن كل الأشياء تحل لي، لكن ليس كل الأشياء توافق، كل الأشياء تحل لي لكن لا يتسلط علي شيء، كل الأشياء تحل لي لكن ليس كل الأشياء تبني. فأنت بتشوف إيه اللي يبني وإيه اللي يوافقك وإيه اللي لا يتسلط عليك. لكن الأكل في ذاته ما فيهوش عيب. للأسف بعض الناس غير الأرثوذكس أحيانا ياخدوا الآية دي عشان يقاوموا بيها فكرة الصوم. الأول ناخد بالنا أنه ما كانش الموضوع موضوع صوم خالص، ده كان رد على فكرة غسل الإيدين قبل الأكل. بيعتبروها اليهود نجاسة لو الواحد كل بإيدين ما لحقش يغسلها. فالمسيح له المجد قال لهم لا مش نجاسة ولا حاجة، حلو أن الواحد يغسل إيده قبل ما يأكل، بس ده مش معناه أنها نجاسة خطية، لا مش لدرجة كده. لكن ده ملوش علاقة بموضوع الصوم، لأن ربنا يسوع في الموعظة على الجبل قال متى صمتم، إذا كلمنا عن الصوم، لا تكونوا كالمرائين اطهن وشك واغسل رأسك لكي لا يظهر للناس صيامك بل لأبوك. إذا المسيح صام وعلمنا الصوم وتكلم عن الصوم، لكن هنا الكلام عن فكرة الأكل والشرب، ما فيهاش حرام، لما تاكل أكل واشكر ربنا بالهنا والشفاء. لكن خلي بالك الكلمة اللي طالعة من بقك هي اللي أخطر، لأنها تكشف قلبك. وعشان كده لسه قبلها بيقول أما القلب فمبتعد عني بعيدا، ده قلب الناس الفريسيين، هم دول بيأكلوا بحساب قوي ويغسلوا ايديهم كذا مرة قبل الأكل، لكن القلب كله لخبطة واللسان بيطلع حاجات وحشة. ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان، بل ما يخرج من الفم هذا ينجس الإنسان.
حينئذ تقدم تلاميذه وقالوا له: أتعلم أن الفريسيين لما سمعوا القول نفروا؟ التلاميذ جم قالوا لربنا يسوع: الجماعة الفريسيين زعلوا ومشوا وشكلهم مش هيرجع تاني، لأنه طبعا هم عاوزين كل الناس تحب ربنا وتمشي وراه، فالكلام الشديد ده زعلهم. فأجاب وقال: كل غرس لم يغرسه أبي السماوي يقلع. اتركوهم، هم عميان قاد عميان. يعني لو واحد تاني كان يمكن رجع في كلامه أو قال لهم استنوا بس نتفاهم، لا، ربنا يسوع ما بيرجعش في كلامه طبعا. الحق هو الحق، واللي يزعل من الحق يبقى الغلط عنده ولازم يروح يصلح نفسه. فقال لهم اتركوهم، سيبوهم. مش سيبوهم يعني يهلكوا، لا، لكن سيبوهم، احنا مش هنغير كلامنا ونحايلهم، هم ماشيين غلط، لازم يواجهوا نفسهم انه التمثيلية دي مش هتنفع، وان الرياء ما يوصلش، وان الحرص على المظهر الخارجي ما بيرضيش ربنا، وان الوصية هي الوصية، فما ينفعش يضحكوا على نفسهم. سيبوهم يكتشفوا الغلط لوحدهم، ما تمشوش وراهم وتحايلوهم لحسن نتنازل عن الحقيقة. للأسف في ناس تحب فكرة انها ما تخسرش حد حتى لو تنازلت عن الحق. حلو انك ما تخسرش حد ابدا بس ما تجيش على حق ربنا، ما تخسرش حد ابدا بس ما تغلطش في حق ربنا. اكسب كل الناس واستحمل كل الناس وتعال على نفسك زي ما انت عاوز، بس مش على حساب وصية ربنا. ما تجاريش الناس في الغلط عشان تكسب الناس، لا، احتمل من الناس ما تحتمل، لكن مش على حساب كلام ربنا. اتركوهم، قاد عميان، عميان وقاد عميان. وقال لهم: كل غرس لم يغرسه أبي السماوي يقلع. يعني ايه؟ يعني كأن ربنا عنده جنينة كبيرة كده، وكلنا أشجار مغروسة، زي ما بيقول المزمور: أشجار مغروسة على مجاري المياه. إنما في وسط الأشجار أشجار ما غرسهاش ربنا، ربنا صاحب الحقل. لما ربنا يسوع يقول: أنا الكرمة وأبي الكرام، كل غصن فيا لا يأتي بثمر يقطع ويلقى للنار. ففي أغراس جوه الكنيسة ما غرسهاش ربنا، يعني لها صورة التقوى ولكنها تنكر قوته، ليها مظهر العبادة لكن هي مش بتاعت ربنا، مش مشغولة برأي ربنا. فتلاحظوا الفريسيين اللي هم متدينين قوي هم دول المقصودين في الكلام، أما الشعب البسيط المبتدئ في روحياته دول كلهم غروس حقيقية ربنا غرسها وهيطلع منهم قديسين وحاجات حلوة. كل غرس لم يغرسه أبي السماوي يقلع. الواحد يقول: طب هو أنا ربنا غرسني ولا لا؟ ارجع لفكرة قلبه، عاوز تتأكد أنت مغروس صحيح في كرمة ربنا، راجع نفسك على قلبك. أنت بتخاف تزعل ربنا؟ قلبك مع ربنا؟ بتكلم ربنا؟ حريص أن بينك وبين ربنا يبقى في عشرة وفي صلاة وفي أسرار وفي حاجات حلوة، ولا كل اللي يشغلك رأي الناس؟ هي دي اللي هتخليك إما غرس حقيقي في كرم ربنا، أو مجرد منظر يجي اليوم اللي يخلع أو يقلع وتكتشف أنك مالكش نصيب في هذا الكرم. اتركوهم، هم عميان قاد عميان. نفس التعبير ده استخدمه بولس الرسول في رومية 2 وهو بيبكت اليهود، لما يقول: أعمى يقود أعمى، كلاهما يسقط في حفرة. ويقول لليهودي من دول أو الفريسي: أنت بتفتخر أنك أنت قائد للعميان. ما هو الفريسي بيعتبر أن كل اليهود عميان وهو اللي مفتح، هو بقى اللي عارف حق ربنا وبيعلم كلام ربنا. قال لهم للأسف ده هم دول عميان، والعميان لما يسوقوا عميان تبقى الحكاية صعبة أوي، لازم هيقعوا هما الاتنين في حفرة. قاد عميان، إن كان أعمى يقود أعمى يسقطان كلاهما في حفرة. نفس المعنى استخدمه بولس. يعني إيه؟ يعني لما الواحد يعلم لازم يراجع على نفسه الأول، أنت الكلام ده بتعيشه بتعمله ولا مش بتعمله؟ لو أب بيعلم أولاده إن ما كانش هو يعمل الصح ما ينفعش يقول لهم اعملوا الصح، وإلا يبقى أعمى يقود أعمى. لو أب بيقول لولاده ما تكذبوش وهو بيكذب،
يبقى لازم هيكذبوا، هيسوقهم للكذب بعد كذب. لكن لما يكون بيحب ربنا وبيحب الصلاة، حتى لو ما قالش لأولاده صلوا لازم هيصلوا. هم عميان قاد عميان، وإن كان أعمى يقود أعمى يسقط كلاهما في حفر. طب لو الواحد حاسس أنه أعمى، طب ربنا عنده الشفاء. حتى لو الواحد حاسس أنه لسه الحرف بيشغله أكتر من الروح، لسه ينطبق عليه قلبه مبتعد عن الله بعيدا، هي ديتها يروح لربنا يقول له رب افتح عيني، ما تسيبنيش أعمى، ما تسيبنيش أعمى، ورايا عيال، ورايا ناس بتسمع لي، ورايا ناس مسؤولة مني، خليني قدوة حسنة. لأن أعمى يقود أعمى كلاهما يسقط في حفرة، هأذي نفسي وأذي اللي ورايا كمان. زي ربنا يسوع له المجد من التضاع يقول من أجلهم أقدس أنا ذاتي ليكونوا هم أيضا مقدسين في الحق. يعني ما كانش عشان خاطرك، عشان خاطر اللي وراك. في ناس وراك بص عليك، أولادك، تلاميذك، أحبائك اللي معتبرينك متدين، ثم كل دول هيتعلموا منك. فلا تكون أعمى تقود أعمى. فأجاب بطرس وقال له فسر لنا هذا المثل. بطرس بحماسه واندفاعه قال له طب ممكن تفسر لنا بس الكلام اللي انت قلته للفريسيين اللي زعلوا منه؟ انت قلت لهم أبطلت مصية الله بسبب تقليدكم، وقلت كده شعار حلو، ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان بل ما يخرج من الفم ينجس الإنسان. وضح لنا المعنى، فسر لنا هذا المثل. سؤال بطرس يعلمنا أنك ما تسيبش حاجة يقولها المسيح إلا وتقعد كده إيه تسأل وتنخور وراه عشان الكلام يثبت. حلو السؤال، السؤال لربنا حاجة حلوة، لأن ربنا عاوز المعاني تثبت وعاوز المفاهيم تبقى واضحة، وما يزعلش من اللي عاوز يفهم أبدا، لأن هو بيوصينا فتشوا الكتب لأن فيها حياة أبدية. لكن ربنا يسوع هنا استغرب أن الكلام مع بساطته مش فاهمينه، فيقول لهم إيه؟ فقال يسوع هل أنتم أيضا حتى الآن غير فاهمين؟ هو طبعا ربنا عارف كل حاجة، بس عاوز يقول لهم بقى الحاجات الواضحة دي لسه ما دخلتش دماغكم لغاية دلوقتي. شوفوا تأثير الفريسيين على ديانة خلى البسطاء متلخبطين. فكان واحد زي بطرس طول عمره يخاف جدا من حكاية غسيل الإيدين، فلأول مرة ربنا يقول له لا دي مش مهم، انك انت تطلع كلمة وحشة من بقك دي اللي اخطر كتير قوي من شوية الاكل اللي هتاكل، كلت ايه ولا شربت ايه مش مهم. فهنا النقلة كبيرة، لأن هم مخهم متأثر بتعليم الفريسيين. أحتى الآن غير فاهمين؟ ساعات الواحد يبقى كده جوه الكنيسة بقاله سنين ولغاية دلوقتي في حاجات مش فاهمة، وحاجات بسيطة. أنت مش فاهم أن محبتك لأخوك أغلى عند ربنا من السهرات والتسابيح والصلوات الطويلة؟ محبتك لأخوك أهم. لغاية دلوقتي مش فاهم دي؟ طب دي ألف ب المسيحية، محبة الناس أهم من الصدقات والصلوات والأصوات. نظام ربنا كده. بينما بقى التدين الشكلي يخلي الكلام والتسبيح والوعظ والصلاة وتلاقي الناس بره تعادي بعض وتأذي بعض. طب ما هو يبقينا فريسيين، ومش ده اللي ربنا يعجبه. هل أنتم أيضا حتى الآن غير فاهمين؟ ألا تفهمون بعد أن كل ما يدخل الفم يمضي إلى الجوف ويندفع إلى المخرج؟ يعني إيه؟ هو الأكل مصيره إيه؟ بيدخل من الفم على المعدة، على الأمعاء، على برة في الآخر. وبعدين يقول إيه؟ أما من يخرج، ما يخرج من الفم فمن القلب يصدر. يعني الأكل هيعمل إيه في الإنسان؟ ما هو كده كده بيطلع على برة. والإنسان نفسه من ناحية الجسد هو كمان هيبقى شوية تراب في الآخر. هو ده هينجسه وما ينجسوش الأكل والشرب. لكن ما يخرج من الفم من القلب يصدر، ذلك ينجس الإنسان. يبقى ربنا بيدور على القلب، بيدور على العقل والانشغال الداخلي. قلبك فين؟ هو ده اللي هيحكم على أبديتك ومصيرك. لأن من القلب، يبتدي ربنا يشرح ويفسر، تخرج أفكار شريرة. أول حاجة ابتدى بيها كده، من القلب تخرج أفكار شريرة. الفريسي من دول واقف يقول إيه؟ المسيح غلطان،
والتلاميذ دول كلهم غلط، وأصل ده كله عبادة باطلة، والفريسيين قاعدين يدينوا المسيح له المجد ويفكروا أفكار شريرة وصلت إلى القتل، وتآمروا عشان يقتلوا المسيح، وكل ده جوه القلب. فالقلب زي مغارة لصوص، القلب زي مكان كله عظام أموات ونجاسة زي ما قال عليها ربنا يسوع. من القلب تخرج الأفكار الشريرة، ويدي أمثلة: قتل، زنا، فسق، سرقة، شهادة زور، تجديف. معنى كده ممكن الحاجات دي تبقى كلها على مستوى الأفكار قبل ما تتحول إلى أعمال، وتبقى في الأول أفكار. واللي عاوز ينقي قلبه لازم يتابع أفكاره، مش يستنى بعد الشر لما يقتل ولا يسرق، لا، ده هو لازم يتابع قلبه. في فكرة وحشة تجاه حد، في بغضة، في كراهية قد تنتهي بقتل، في شهوة، في نظرة وحشة قد تنتهي بزنا، في طمع وحب فلوس قد ينتهي بسرقة. من القلب تخرج الأفكار الشريرة. يبقى بدل ما الواحد يقعد يغسل ايديه بالطريقة اليهودي يعني كذا مرة ويبقى خايف جدا ياكل ايه وما ياكلش ايه، الأهم يقعد يفحص قلبه، في أفكار شريرة ولا لا، في بغضة لحد ولا لا، في إدانة ولا لا، في طمع ولا لا. هو ده بقى النظافة بجد. وزي ما يغسل ايديه 3-4 مرات في اليوم، خليه يغسل قلبه 20 مرة، يبقى أحسن وأحسن. يبقى هي دي اللي تشغل ربنا، هو ده اللي يهم ربنا أكتر، إن الواحد يفحص قلبه طول الوقت في فكرة غلط ولا صح. ويقول شهادة زور، يعني ممكن تبقى جوه القلب فكرة إن أنا أقول حاجة مش صح، أشتكي على واحد شكوى مش مظبوطة، أغير في الكلام، أشهد بالزور. تجديف، تجديف يعني مش عاجبني اللي بيعمله ربنا، أعترض على ربنا أو أتذمر على ربنا أو أهين اسم ربنا جوايا. هذه هي التي تنجس الإنسان، هي دي النجاسة. يبقى النجاسة في المسيحية ما هيش حاجة جسدية خارجية، إنما النجاسة في المسيحية هي حاجة في القلب، وعكسها نقاوة القلب. بينما الأمور من الخارج ما فيش حاجة تنجس الإنسان إلا ما يخرج من القلب، ذاك ينجس الإنسان، ومن القلب تطلع كل حاجة وحشة. يبقى ما فيش خطية بتبتدي من بره، الخطايا كلها بتبتدي من جوه، كل الخطايا بتبتدي من جوه القلب. وعشان كده اللي عاوز يخلع الخطية من جدرها لازم يراقب قلبه. يعني واحد مثلا عمال يقول ايه، انا مش عارف اظبط لساني، ما هو اصل انت لسانك بيتكلم في حق الناس طول اليوم لانك مش بتحب الناس. انت لو حبيت الناس هتقول عليهم كلام حلو، فيبقى المشكلة جوه القلب. لما تحبهم تلاقي كلامك تصلح. تعالى ظبط القلب الأول يتظبط اللسان. وأما الأكل بأيدي غير مغسولة فلا ينجس الإنسان. وخلصنا كده الجزء بتاع الصراع اللي بين اليهود وبين ربنا يسوع حول غسيل اليد، وطلعنا منه بمفهوم حلو ومهم جدا، أن نقاوة القلب هي غرض الإنسان المسيحي. الإنسان المسيحي يهتم بداخله أكثر من خارجه، وغسيل القلب قبل غسيل الإيد. ثم خرج يسوع من هناك وانصرف إلى نواحي صور وصيدا. وكأن ربنا يعني زي اللي زعلان من تزمت اليهود وحرفيتهم، فبيعلن أنه أنا هروح ناحية الأمم. صور وصيدا دي كانت بلاد مش يهودية، اللي هي لبنان دلوقتي، بلاد كنعانية يسموها، لأن كنعان هي الأرض اللي استلمها أبونا إبراهيم زمان، هي دي المنطقة دي كده، فلسه ليها فيها بقايا من الناس الكنعانيين. كان عنده ابن حام ابن نوح، الأجيال القديمة أوي، ودول كانوا ملعونين من وقت لعنة كنعان، فكان اليهود بيحتقروهم وبيعتبروهم كلاب. اليهودي كان يقول على الكنعاني أو الأممي إنه كلب، وكانت دي اللغة الدارجة السائدة بين اليهود، وده يورينا العجرفة اللي عند اليهود والكبرياء اللي عند اليهود. فربنا يسوع له المجد كأنه ادى ظهره لليهود ورايح ناحية ايه الجماعة اللي بيعتبروهم كلاب دول، لأن هناك في موقف مهم هيعلمه لنا ربنا يسوع. فكأن الفريسيين بعجرفتهم بكبريائهم بتدينهم الكاذب
والرياء اللي عندهم ربنا رافضهم مش عاجبه، ربنا عاوز الناس البسيطة الغلابة اللي تحبه. فانصرف إلى نواحي سور وصيد، وإذا امرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت إليه قائلة ارحمني يا سيد يا ابن داود. واحدة ست كنعانية ما نعرفش اسمها، لكن واضح من لغتها من شكلها انها ما هياش يهودية، والبلاد دي كلها مش يهودية. هو ماشي جنب البلاد دي، ما بيدخلش على البلاد نفسها، لكن بيمشي في الطريق الموازي على خارج القرى يعني. طلعت واحدة كنعانية سمعت عنه، سمعت ان ابن داود ده المسيح بتاع اليهود بيعمل معجزات. ومع سذاجتها وبساطتها واميتها الروحية امنت صدقت، عارفة انها عايشة غلط في الوثنية، وعارفة ان في ربنا، وصدقت ان هو ده ربنا. فطلعة تجري وراه وتقول له ارحمني يا سيد يا ابن داود. هي ما تعرفش حتى اسم، بس هم بيقولوا عليه ابن داود، لان المسيح المنتظر عند اليهود ابن داود. ابنتي مجنونة جدا، فهي عارفة انه بيعمل معجزات وبيخرج الارواح الشريرة وبيشفي كل مرض، حطت رجائها وإيمانها فيه وطلعت تجري وراه وتنادي عليه، فلم يجبها بكلمة. فضل ربنا يسوع ساكت، هو حواليه شوية التلاميذ وماشيين في السكة، وهي طالعة تجري وراه وتزن وتنادي بصوت عالي ومسموع، هو سامع طبعا، ولكن لم يجبها بكلمة. خدوها الآباء كده وقالوا كأن ربنا ما كانش بيجاوب على الأمم في الأول، فضل ساكت على الجماعة الوثنيين زمان طويل ومركز مع اليهود يمكن يتوبوا ويعقلوا، لغاية ما اليهود ما نفعوش خالص وفتح بقى باب السماء والبركات كلها للأمم، فتأخر عليه، لم يجبها بكلمة. وأحيانا ربنا يعمل كده بالرغم أن قلبه حنين جدا ويحب كل المحتاجين والصارخين إليه، لكن ساعات يتأخر عشان يطلع أحسن ما فينا. ده اللي هيحصل دلوقتي، ساعات ربنا يتأخر علينا عشان يطلع مننا أحلى ما فينا ويكشف كده الحاجة الحلوة اللي جوانا. فتقدم تلاميذ وطلبوا إليه قائلين اصرفها لأنها تصيح وراءنا. هي ما بطلتش، الميزة في الست دي هي عارفة أنه سامع لكن ما بيردش. كان ممكن كرامتها تتعبها وتقول يعني مش كفاية ان انا بطلبك ده، هم وانا ولا شفت معجزة ولا اعرف، ما يمكن الكلام كلام. انما هي اصرت والحت وقررت انها مش هتمشي، وقعدت زن. التلاميذ زهقوا من الزن، ويمكن استعيبوا ان تفضل في ديلهم واحدة أممية، هما برضو الكبرياء اليهودي عندهم عند التلاميذ لسه، فتفضل في ديلهم واحدة كده لازقالهم يعني ست كنعانية شكلها مش حلو لما يقربوا على بلاد اليهود، شكلها مش مناسب. فقالوا له ما تمشيها بقى. يعني ايه تمشيها؟ يعني قول لها اي كلمة وخلاص، يمكن مقصود بيها ما جاتش من معجزة. يعني خلى التلاميذ نفسهم يطلبوا لها الشفاء او يشفعوا فيها. اصرفها لانها تصيح وراءنا، زي اللي بيقولوا دوشتنا يعني. فاجاب وقال لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. طب هو ربنا يسوع لم يرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة؟ لا، ده هو في يوحنا 3 يقول لنيقوديموس هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، كل من يؤمن به. وفي يوحنا 1 يقول إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبلوا، أما الذين قبلوه أيا كانوا أعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله. هو ليه ربنا يسوع بيقول كده؟ عاوز يقول للتلاميذ مش أنتوا بتقولوا أنا جاي لخراف بيت إسرائيل الضال؟ إزاي تطلبوا مني أتعامل مع واحدة أممية؟ مش أنتوا مخكم اليهود بس بتوع ربنا؟ مش أنتوا اعتقدتكم أن المعجزات ما تصلحش غير للجماعة اليهود؟ طيب أنا بجاريكم في اعتقادكم، لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. وهو بيقول كده أتت وسجدت له قائلة يا سيد أعني. الست بقى عندها إلحاح وعندها إصرار جميل، فركعت تحت رجليه ولحقته
وقالت له يا سيد أعني، هو سمعها طبعا كذا مرة، فقال لها بنفس المعنى اللي قاله للتلاميذ: ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. في الغالب ده كان شعار بيقولوا اليهود، هو لسه ربنا يسوع بيتكلم بفم تلاميذه أو بفم اليهود، مش ده رأيه لأنه هيبان رأيه دلوقتي، لكن عشان التلاميذ حواليه عاوز يقول لهم مش انتوا بتقولوا كده المسيح بتاع اليهود بس، مش انتوا بتقولوا ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب، عاوز يقول لهم شوفوا انتوا بتقولوا ايه وشوفوا الست دي هتقول ايه. شوفوا انتوا يا يهود مطلعين نفسكم بنين والناس كلها كلاب، هوريكم بقى الكلاب دول اللي هيطلعوا احسن منكم. فهنا ربنا يسوع بيستخدم الالفاظ اللي بيقولوها اليهود، وعشان كده في ناس تتلخبط في الايه دي، ازاي ربنا طيب يقول الكلام ده؟ ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. يا رب ده انت حنين على الكل، ازاي تقول كده؟ لا، ربنا مش بيقولها من جواه، ده بيقول ما يقال، بيقول لغه اليهود، بيقول كلام التلاميذ عشان يعلمهم الدرس من كلامهم، بيوريهم موقف اليهود المتكبر ايه وموقف الامم المتواضع شكله ايه، بيوريهم ليه ساب بلاد اليهود ورايح سور وصيده، بيوريهم ليه هيسيب اليهود ويفتح الباب للامم، فبيكشف لهم. يعني معناها ببساطة إيه؟ المثل اليهودي بيقول إيه؟ مش معقول أكل العيال يترمي للكلاب. هي الست تبعت الكلمة الصعبة دي، هي ركعة تحت رجليه. فقالت له إيه؟ فقالت نعم يا سيد. نعم، يعني معاك حق يا سيد. والكلاب أيضا تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أربابها. قالت له مش يمكن لقمة تقع من الترابيزة تبقى نصيب الكلاب؟ احنا مش طايلين الخبز، احنا مش عينينا في خبز البنين، احنا ما نستاهلش ناكل اكل البنين، انما قد يكون فتات ساقط من مائدة البنين. انا مش عاوزة خبز ولادك المحترمين دول، انا عاوزة حتة لقمة صغيرة، انا فتات يقع من ايدك بس هيكفيني انا وبنتي ويشفينا. فهنا بقى ربنا كشف عن قلبه وقال لها ايه. حينئذ اجاب يسوع وقال لها: يا امرأة عظيم إيمانك. ده موقف المسيح الحقيقي بقى. يا امرأة دي يعني يا سيدتي، يا امرأة ده لفظ تفخيم واحترام، يا امرأة ده اللي كان بيقولها للعذراء، كان بيحترم الناس يقول كده. فربنا يسوع لهذه الكنعانية اللي احتملت لفظ كلب من لغة اليهود، سمعت لفظ يا امرأة من فم المسيح له المجد، واللي احتملت كلمة صعبة بلغة اليهود سمعت أحلى تطويب في حياتها: عظيم إيمانك. تلاحظوا هنا أن الست دي غلبت يعني اليهود كلهم بإيمانها، وغلبت اليهود باتضاعها. مشكلة اليهود كبريائهم، عشان كده العذراء تقول أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتواضعين، نزل البهوات من على كراسيهم اللي هم اليهود، وشوية الغلابة اللي كانوا على الأرض دول أو الكلاب اللي كانوا على الأرض رفعهم فوق الكراسي. فهي لما قبلت الكلمة الصعبة دي وقالت له حتى لو كلبة يعني نفسي بس في لقمة ولا حاجة، قال لها: يا امرأة عظيم إيمانك. وأنا بكلمك أنت كلبة إزاي؟ أنت امرأة عظيمة، ده أنت أغلى البنات، أنت تاخدي خبز البنين كله وتاخدي كل الكرامة. اللي بيعطلنا ان صلواتنا تستجاب كبريائنا، ان الواحد يطلب مره واثنين وثلاثه وبعدين يصعب عليه من ربنا ويقول ربنا مش بيرد عليا ليه، هو بيعاملني على اني ايه، مش انا ابنه ليه عاملني كده؟ وبعدين ربنا يقول لك ايه رايك الناس اللي فاكره نفسها مش بني ادمين حتى، دول لما بيزنوا شويه بياخدوا اللي عاوزينه، بقى انا هعطل خبز البنين؟ بقى انا مش هدي لاولادي اغلى ما عندي؟ إذا كانوا حتى اللي قالوا على نفسهم كلاب خدوا اللي هم عاوزينه بالإصرار وبالإلحاح، تبقى أنت يا من بتقول أبانا الذي، إزاي تتشكك لحظة أن ربنا مش سامعك؟ وإزاي تفتكر أن هو مش هيديلك أحلى حاجة؟ لكن أنت مستعجل، طول بالك، ربنا له ميعاد في كل صلوة. من الحاجات اللي تخلي ربنا يستجيب بقوة التواضع،
كل ما الواحد كان متواضع يتقدم كده بانسحاق ويقول له: يا رب انا ما استاهلش، انا ملياش عين اطلب، انا مش زي ولادك الحلوين اللي يستاهلوا تديهم وتديهم، انا يعني زي الحيوانات لاني عشت عيشه يعني مش زي البني ادمين، انما مستني لقمه، انا تحت المائده انا مش فوق المائده، انا باصص لنفسي على اني اقل من الناس دي، لكن برضو ليا طلب عندك. مش ممكن ربنا يكسفه، ربنا يؤثر بالتواضع. المتواضعون يجدون نعمه فاني. وتلاحظوا ان التواضع مرتبط جدا بالايمان. إيماننا ضعيف لأن ما عندناش تواضع كافي، فتلاقينا نتشكك وتلاقينا نتهز وتلاقينا نقعد نقول يمكن ربنا مش رايد، يمكن ربنا مش سامع، يمكن بقى خطيتنا واقفة بيننا وبينه. ليه تتشكك؟ هي الست دي ما بطلتش زن، مصر هتاخد اللي عاوزاه هتاخده، يعني هتاخده. منين جابت الإيمان ده؟ هي عندها تواضع، هي عارفة انها هتاخد اللي هي عاوزاه، بس تزن مهما اتقال لها، مهما اترفضت في الاول هتتقبل في الاخر. اقرعوا يفتح لكم. احنا ساعات نخبط مره واتنين ونقول شكله مش موجود، شكله مش بيفتح. لا، هيفتح، هيفتح، بس طول بالك. اقرعوا يفتح لكم، كل من يسال ياخذ، كل من يطلب يجد، كل من يقرع يفتح له. بس يا ترى انت عندك روح الست الحلوة دي، انك متواضع تيجي تسجد كده وتقول: يا سيد اعني، يا سيد اعني، انا ملياش غيرك، انا يمكن مش تبعك، انا مش زي تلاميذك، انا معرفش اللي هم يعرفوه، مفهمش اللي هم يفهموه، انا ما عنديش الرصيد اللي عندهم، لكن انا تحت المائد وانتظر الفتات. يا امرأة عظيم ايمانك، ليكن لك ما تريدين، ليكن لك كما تريدين، اللي انت عاوزاه تاخديه. طب ما انت كلنا نفسنا نسمع الكلمه دي، ما كل واحد في قلبه طلبات ورغبات، ان كانت روحيه وان كانت حاجات حلوه للناس. عاوز توصل للكلمه الحلوه دي: ليكن لك كما تريد. يلا خد الست دي مثل اعلى. من كلام الست دي وزنها اتعلمت الكنيسه اللي بنسميه صلاه يسوع. ايه صلاه يسوع؟ هي عملية الزن والإلحاح على اسم ربنا. بس النهاردة احنا مش عارفينه كابن داود بس، ده احنا بنقول عليه ابن الله، لأن إيماننا أوضح من إيمانها. فبنقول له: يا رب يسوع المسيح ابن الله الحي، ارحمني أنا الخاطئ. ونزن ونلح ونلج، تبقى لجاجة. الإلحاح ده هو اللي بنسميه صلاة يسوع، انك تقول صلوة قصيرة. هي ما بتعرفش تصلي الست دي، ما عندهاش كلام كتير تقوله، ما عندهاش حاجة تقولها غير: يا سيد أعدني، ارحمني، يا ابن داود ارحمني. وتحط الشكوى بتاعتها مع الإلحاح ده، خدت كل اللي عاوزاه. وهي لم تكن يهودية، وعلمت التلاميذ درس يمكن مش هينسوه طول عمرهم. التلاميذ اتقال لهم: يا قليل الإيمان، والست دي اتقال لها: عظيم إيمانك. بقى التلاميذ اللي عايشين معاه، اللي شايفين معجزات بالكون، اللي بدأوا يعملوا معجزات بإيديهم، لسه في درجة قليل الإيمان. والست الجهلة دي غير اليهودية اللي أول مرة تشوف، واللي يمكن ما شافتش معجزة بعينيها أبدا، طلع إيمانها عظيم وسبقتهم كلهم. عشان كده ربنا يقول: يأتون من المشارق والمغارب ويتكئون في أحضان إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أما بنو الملكوت، أقرب ناس يمكن بعد الشر يطرحون خارجا. يا امرأة عظيم إيمانك، ليكن لك كما تريدين. فشفيت ابنتها من تلك الساعة. طبعا مسافة ما روحت لقت بنتها خفت. البنت دي بشبهها بعض الآباء بالنفس. احنا مش هنصرخ عشان ولادنا بس، هنصرخ عشان نفوسنا. البنت زي النفس، غلبانة، مجنونة، يعني النفس مشردة بالخطية، النفس مزلولة في الأفكار الشريرة. لما واحد يسمع كلام المسيح له المجد، من القلب تخرج الأفكار الشريرة، يقول له: يا رب نفسي مجنونة جدا، أنا انطبق علي الكلام ده، أفكاري مش حلوة، قلبي مش نظيف، ما عنديش شفاء غير من إيدك.
ارحمني يا سيد يا ابن داود، ونقعد نزن. طب انا هغير قلبي ازاي يا رب؟ مش في ايدي، مش هعرف ادخل قلبي بنفسي وانضفه. الشفاء من عندك. فجت القصة دي في ديل التعليم بتاع من القلب تخرج الافكار الشريرة، والافكار الشريرة هي اساس الجنون، الجنون الروحي بقى. ما هو الجنون يعني في جنون نفسي، لكن في جنون روحي. اللي مشغول بالفلوس طول الوقت مجنون روحيا، واللي مشغول بكرامته زيادة مجنون روحيا، واللي مشغول على الدنيا واللي فيها زيادة كأنه مجنون روحيا، محتاج يصرخ ارحمني يا سيد، نفسي مجنونة جدا، مش عارف أضبط أفكاري، مش عارف أنظف قلبي. مع التذلل، مع السجود، مع التواضع، مع الإلحاح، مع المثابرة، تيجي البركة وتيجي الاستجابة ويجي الشفاء وتيجي نقاوة القلب وتيجي كل الأفراح. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد، آمين.